ينبغي للمسلم أن لا تفوته هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي، بل يكون حاضرا. والله جل وعلا يقول في المتقين إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار وقت السحر له مزية على غيره من الأوقات. نعم. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح أبواب الإجابة، تفتح أبواب السماء فيه الإجابة. فينبغي للمسلم أن يحضر في هذه الساعة وأن يستغفر ويتوب ويسأل، فإن أبواب الإجابة مفتوحة له، فرصة عظيمة. نعم.